فريق في كلية هندسة جامعة كامبريدج قدر انه يصمم روبوت يقدر انه يدوق الاكل وهو بيعمله ويعرف اذا كان عايز ملح ولا لا، ايه اللي ناقصه. خلينا نتابع. الروبوت حقق تقدم كبير في مجال المطاعم والمطابخ، لكن كان عنده مشكلة دايما وهي فكرة تذوق الطعام. بيعمل كل حاجة في المطبخ لكن ما يقدرش يظبط الملح أو التوابل، وما يعرفش أو ما عندوش القدرة على التذوق. لكن في فريق من قسم الهندسة بجامعة كامبريدج روبوتا قدر إنه يتخطى المشكلة دي وصمم روبوت يقدر إنه يدوق الطعام أثناء عملية الطهي، وده باستخدام مستشعر آلي لقياس درجة الملوحة في الطعام وكمان محاكاة عملية المضغ عند الإنسان. فريق البحث قال إن الروبوتات هتتمكن من خلال تقليدها عمليتي التذوق والمضغ لدى الإنسان من طهي طعام لذيذ بيستمتع بيه البشر وبيستمتعوا بمذاقه، وهيتم تدريبهم في المطاعم علشان يكونوا شيفات في المستقبل.